السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. انتم البنات جيت معكم اليوم لدرب عمر، انتم شوفوا جليبات تخفيضات، انتم البنات شوفوا جليبات جليبات صراحه غزالين بزاف. انتما كيف ما عودناكم على اثمنه مناسبه، اثمنه خاصه بيوميات ام زينب. انا غادي نقرب لكم، كاين هذا الموديل، هذا انتما هتشوف هذا بروبليم، انتما هذه الجلابه هذه انتما شوفوا كيف مخيطه، تشوب بوكلات، هانتوما صراحه راه فيها الطاي صغار، فيها الكبار، فيها لي كولور، هما لي كولور ديالها. هانتوما كاين فيها هاد اللون هذا، كاينين بزاف صراحه ديال الالوان، كاينين هادو اللي الفوق فودان، شوف فودان انتما كاين فودان مطروز وجميع ديال الطياس كاينين. مرحبا بكم، اجيو عندنا. وكاين فيها هاد اللون هذا، ما يكون غير خاطركم. وكاين فيها سامبل ما مطروز ما والو. شوفوا البنات، وكاين هذا كاروتين، كاين هذا حتى هو كاغو، هانتوما شفناش كاغو مخزانيه، هانتوما كتجي مع لي فوت كتجي زوينه، انتما كتجي زوينه. وكاينه هادي انتي، كاينه انتما البنات كاينه هادي على شكل سبور، هاي جلابه سبورتي، اما تاهي فيها تاهي الالوان وفيها كاع لي طاي. نتوما صراحه راه اثمنه راه رائعه، يعني راه في المستوى كيف ما معودينكم، اثمنه زوينه واثمنه الهبال صراحه. نتوما البنات داك البيجامه الحمراء عندكم في الالوان ستاندارد. لا فهمتي، شكل هادي الخيمه موف، هذا شحال تيديروا؟ غادي يدوز 50 درهم. انتما البنات فيهم هاد الطريزه هادي، هادي تاهي غزاله البنات، معاها سيغتو مع هاد الطريزه هادي، جات زوينه، جات خطيره، جات نتوما البنات كاينه هادي، هادي تاهي لميمه. شي وحده تاخذ الماماها الميمة العزيزه، هانتوما صراحه زوينه وسخونه. هانتوما راه كاينين حتى قبيات، هذا كاين هاد المونطواج
كاين تو فيه الالوان، فيه الصفار المارو، كاين هاد المونطو هذا. هاد المونطو هذا مونطو 250 درهم. نتوما البنات كاين حتى ليكا، نتوما تريكوات ليكا. نتوما البنات كاينين هما جاكيطات زوينين. نتوما صراحة البنات هانتوما البنات صراحة الأثمنة زوينة زوينة. هانتوما شو هادا شو هادا هادي؟ نعم اختي، هادي 200 درهم. البنات صراحة غزالة بزاف. كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل هذا تاهما كبيبطات زوينين. وجه لبات كاين هاد الشكل هذا حتى هو زوين. هانتوما على شكل سلهام، يعني هذاك تخشي يديكم من هنايا. زوين زوين ها هو. هانتوما البنات الثمن ديالو 180 درهم. وهادو جلبات لي بديكم. يعني البنات مرحبا بكم، انتما مرحبا بكم. راه اثمنه صراحه راه يعني راه كاين ما يدار في المحل بزاف، يعني راه صراحه اثمنه زوينين 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 صراحه. ما لقيتهمش هذا صراحه في شي محل الا هذا صراحه زوينه البنات. المهم غنخليكم العنوان والرقم ديال السيده، راه غادي تهلا فيكم. جيو يعني مرحبا بكم، غنخلي لكم صندوق الوصف. والسلام عليكم. شكرا. المهم البنات مرحبا بكم، راه اثمنه كيف ما معوداكم اثمنه خاصه بيوميات ام زينب. يلا البنات.